وسط هذه الورشة المتواضعة يعكف حرفي صناعة النوابض على العمل في انزواء بعيدا عن المناطق الصناعية، ينتجون كمية هائلة ونوعية تشد لها الرحال من مختلف مناطق الشرق الجزائرية. هذه ورشة يعني صناعة النوابض على مستوى الشرق، باش يكون على بالكم على مستوى الشرق يعني. والحمد لله راهم يجيونا الناس يقولون ما شاء الله، وراني نخدم عليك اليوم خنشله هنايا، راني تقيب لامبان تاعها تاع لي روسور الحناه تاع الفلاحه، تسمى يجوني تراكتورات، يجوني تاع الكمين مساكن، يجوني حتى بليل تطبع عليا. احنا ماذا بينا من السلطات تعاوننا، انا نجيبوا الشباب يخدموا كيما انا شاب نخدم، نحب حتى انا نعلم شباب يخدموا، مثلا يخدموا هنا معنا الشباب، نعاونوهم حتى هما يتمهنوا ويهزوا مثلا الخبره. مشروع استثماري جاد يخدم اقتصاد البلاد يحتاج إلى دعم حكومي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدة كبيرة لهذه الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب. نطلبوا من السلطات العليا ووالي ولاية خنشلة يشوف العميتار يدبر له، كان نخدموا احنا ماذا بينا نكملوا حياتنا كل مع عميتار. طالبوا بالورشة تكون كبيرة تساعدنا على الخدمة، ومانتو يكونوا خدامة بزاف، يدخل الخدامة يخدموا ويسترزقوا من الورشة هذه. هذا ورغم محدودية إمكانياتهم، إلا أنهم يوفرون كما هائلا من منتوجهم في صناعة النوابض للحرفيين والفلاحين، لتبقى آمالهم معلقة على اهتمام السلطات.